متابعينا في كل مكان، متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث المباشر الجديد. معكم انا محمد صاري محرر صحفي. طبعا احنا حاليا متواجدين مع حضراتكم في قصه كفاح جديده. زي ما حضراتكم متابعين معانا خلال عنوان البث المباشر نموذج يحتذى به، معانا مين؟ معانا حنان. يعني حنان زي ما حضراتكم شايفين شكلها بالفعل كبير في العمر، تبلغ تحديدا 56 عام. حنان يعني كانت في البدايات، في البدايات او الوهله الاولى يعني خلال فترات الزواج، يعني لم تتعلم ولكن قررت بحثا عن العمل، بحثا عن الشغل من جديد، انها تبدا من محو 100، من محو 100 حتى بكالوريوس خدمه اجتماعيه. يعني طبعا قصه كفاح جديده بنحاول اننا نلقي الضوء عليها ونعرف منها يعني بدات ازاي القصه دي وبدات ازاي الرحله دي، خاصه انها يعني حاليا بتبلغ من العمر 56 عام. يعني انا برحب بيكي في لايف جديد على الموقع بصراحه الاخباري، وحابين بقى نفهم منك كل التفاصيل. يعني انت في البدايه خالص لما اتكلمنا معاك قبل البث المباشر قلت لنا ان انت منذ البدايات او خلال الوهله الاولى قررتي تبتعدي تماما عن التعليم، ومره واحده بحثا عن عمل قلتي انزلي السوق وتجتهدي وتكافحي من محو 100 لاعلى درجات العلم، درجه بكالوريوس زي اللي معايا بالظبط. السلام عليكم، معاكم حنان عقيلي ابو الحسن من عزبة خير الله، وبفتخر ان انا من عزبة خير الله، لان عزبة خير الله فيها رجالة كتيرة وفيها شباب كتيرة افتخر بيهم. عزبة خير الله دي المكان اللي انا قاعدة فيه انا باولادي، عشت فيه اكتر من 35 سنة، تزوجت وام الخمس اولاد كلهم في مراحل تعليم كويسة الحمد لله. حتى الاولاد يعني هم علمتهم تعليم؟ اه طبعا. معايا سيد دبلوم صنايع قسم تبريد وتكييف، معايا علي دبلوم صنايع، ومعايا محمود كلية اداب قسم لغة عربية وبيحضر ماجستير دلوقتي، غار مني برضو وراح عمل يعني حب يتعلم يعني اعلى مني يعني الحمد لله. يعني هم لما بيشوفوا الطموح والعزيمه دي في الام اكيد بيحاول قدر الامكان برضه يمشوا على نفس النهج ده. أيوة اذا كان الام اللي عندها 56 عام قررت تحصل على درجه بكالوريوس فعمر يعني ماجستير يا فندم ودكتوراه. الحمد لله. اخدت طبعا كنت الاول شغاله في جمعيات كتيره، اشتغلت في جمعيات كتيره جدا بدون ذكر اسماء يعني، ففي جمعيه من ضمنهم يعني جم يعينوا يوظفوا ناس فاختاروا السن الصغير واختاروا اللي معاه مؤهل، فطبعا انا كان عندي خبره بس معي الشهاده، فقلت يعني ايه ده، يعني هو ده الموضوع اللي هيخليني ان انا ما اتوظفش وما الاقيش مكان لكسب الرزق ليا ولاولادي، فقررت ان انا اتعلم، فما اتكسفتش ان انا كبيره كده واخش فصول محو 100. دخلت محو 100 اكتس الحمد لله بنجاح، من محو 100 دخلت اعدادي، دخلت ثانوي صنايع قسم الكتريات. ولكن برضه يا حاجه حنان خلينا نعرف منك، كانت البدايه على الاقل بتعرفي يعني او على درايه بالقراءه والكتابه؟ ايوه كان محو 100 أيوة. بس ما كانش قوي يعني، لا محو 100 طبعا علمني، لا ما كنتش اعرف محو 100 من الصفر. تمام، بدات من اول حاجه خالص، اتعلمت وتعلمت كمان، ما اتعلمتش انا كمان، انا علمت ناس كمان يعني، انا لما اتعلمت عشان شفت ان الموضوع ده وكان ان هو قد ايه الواحد كان في ظلام وبقى في نور، فحبيت ان انا اعلم كل جيراني حتى جيراني اللي حواليا بدل ما احنا قاعدين، بقيت اعلمهم، بس بقيت اعلمهم بطريقه اتعلمت انا في من محو 100 اللي هي حاجه حديثه، حاجه اسمها الريفلكت يا فندم، الطريقه دي يعني انت من الدخل والمنصرف بتعرف ازاي تجمع، مش لازم تقعد 6 شهور في التعليم، لا انت ممكن تعلم في شهر واحد. يعني كده اكتر يعني عن مفهوم مصطلح الريفلكت ده. الريفلكت دوت ببساطه كده حاجه كده يعني، مثلا انت داخل اسرتك، انت دخلك كام، الام مثلا انت دخلك كام، انا مثلا جوزي بيديني 50 جنيه، طب انت بتعملي بيهم ايه؟ انا بجيب انبوبه مثلا، بجيب بدل العيال مصروف في 1 2 3، انا بجيب مثلا علاج بكذا، فتعرف الجمع والطرح وتعرف ان هي من ال 50 جنيه جمعت لي وطرحت لي بسهوله جدا. طب احنا عايزين نعمل مثلا اشكال الف ب وكده، بدل ما لسه هنقعد نكتب ونعمل، احنا نكتب الالف والب باشكال احنا نكتبها نرسمها نعمل الصلصال دوت نعمل شكل، انا عملته هيتحفظ في دماغي بسهوله، انا مش هنساه،
بالطريقه ديت طريقه سهله جدا، وطريقه ان انا ممكن من الشجره اطلع الحرف جاي كده يبقى ده الالف، طب الحرف ده جاي كده يبقى الباء، طريقه سهله جدا ومبسطه، وعلمت فيها 60 واحده، مجموعه كبيره يعني، مجموعه كبيره. وبعد طبعا الموضوع دوت، بعد ما اخدت طبعا اعدادي وثانوي، دخلت يا فندم، جيت اقدم على الجامعه، قالوا لي لازم 5 سنين لان لازم الالتحاق بالتعليم المفتوح، يبقى جامعه حلوان. جيت اوريكي كارنيه برضو، ده التعليم المفتوح. ايوه جيت اقدم، قالوا لي لازم 5 سنين. ال5 سنين دولك ما قعدتش، عملت تدريبات كتيره، عملت اسعافات اوليه، عملت الصحه والنمو، اتعلمت حاجات كتيره جدا، كل تدريب اتعلمه ابقى واخده الشهاده. ممكن اوريكي الشهادات كلها ان شاء الله دلوقتي، ان شاء الله يا فندم. وبعد كده طبعا جيت خلصت، دخلت كليه خدمه اجتماعيه، دخلت طبعا القسم اللي انا بحبه، يعني اللي انا الختاميه هي مرحله خدمه اجتماعيه، لا مش ختاميه، انا خدت عملت دبلوم التخاطب، ايوه عملت دبلوم التخاطب 2022، وعملت ماجستير، عملت ماجستير برضو موثق من الشهر العقاري هوريه لك، وعملت دكتوراه فخريه. فانا شايفه لو في حاجه اعلى من كده هاخدها برضو، يعني مش واقفه على كده بس. طيب يعني برضه احنا ظاهر معانا خلاجي بس مباشر الشهاده الخاصه بالدكتوراه الفخريه، برضه حابين نعرف منك اكتر، يعني دي كانت الدكتوراه الفخريه في ايه بالظبط؟ في التخاطب. ماشي يا فندم، في التخاطب، في التخاطب وعلم النفس. ودي يا فندم دي محو الاميه، دي يا فندم بكالوريوس خدمه اجتماعيه من جامعة حلوين، ودي يا فندم ديك اللي هو الماجستير موثق من كذا مكان يعني، وهنا ايه جايبه فيها امتياز، جايبه في اخصائي تخاطب بتقدير امتياز، وعايش هذا السن لسه ما طلعتهاش، لو حابب ان انا اطلعها. طيب يعني قبل ما نطلع الشهادات حابين برضه نسال سؤال، يعني حاجه حنان عملت ايه ده؟ عملت كل ده يا فندم، ده يعني بالنسبه لهم يكون كافي قوي ان هو يربي، يكون كافي قوي ان هو يربي الابناء تكون يعني ربة منزل فقط يا غير. يا فندم انا رحت قلت لحضرتك ان انا كنت شغاله في مكان وما لقيتش فرصه عمل، فقالوا لي فرصه العمل ديك لازم يبقى معاكي شهاده، فانا حبيت ان الشهاده دي مش حاجه يعني حاجه صعبه قوي، لا ده حاجه سهله جدا. طب انا ممكن اتعلم، وممكن ان انا ما فيش حد يعني يهزمني، يعني ان انا تهزمت ان انا ما معيش شهاده، لا انا ممكن اتعلم واخد اعلى من الشهادات يعني. يعني الشهاده دي مش حاجه. وبعدين عايز اقول لك يا فندم انا كمان كان عندي كانسر، وبرده ما همنيش ان انا كان عندي كانسر، وكان عندي ابن ذو احتياجات خاصه برضو، كل ده كان طبعا شاغل وقتي وشاغل كل غير ظروف المرض، فبرضو كل ده كنت بذاكر، كنت بذاكر وعايزه اوصل، وصلت وربنا واقف معايا ما سابنيش. لكن حضرتك انت ما تمسكتش بيها يعني من المرض؟ الحمد لله، الحمد لله ربنا شال عني، وابني بعد ما كان يعني حركي وذهني بقى دلوقتي ذهني بس، وبعدين بقى بني ادم سوي. انا اشتغلت عليه يا فندم، الحاجات اللي انا اتعلمتها طبقتها على ابني، ما طبقتهاش على حد تاني، لاني ما اشتغلتش، لان كل مكان اروحه يقولوا لي سنك، سنك كبير فما ينفعش. طب يا جماعه انا واخده شهادات يعني حديثه اهي، لا سنك كبير، فما لقيتش فرصه عمل. حتى بعد الحصول يعني على الشهادات؟ بعد الحصول على الشهادات ما لقيتش الحصول، يعني ما لقيتش شغل يعني. تمام. فاشتغلت على ابني الحمد لله، بقى بني ادم سوي دلوقتي، هو في ثالثه ثانوي قسم صنايع قسم زغرفه. يعني ايوه كان اصحاب القدرات الخاصه. ايوه تمام. انا وصلته ان هو بيبقى بني ادم سوي، يعني ما تكتشفش ان هو يعني. انت وصلتيه للمرحله دي ازاي؟ وصلته المرحله دي بالحاجات اللي انا اتعلمتها في التخاطب وفي العلم النفس، في ان انا اديله ثقه بنفسه، ان انا لا يا مصطفى انت كويس، لا يا مصطفى ما تتهزش، لا يا مصطفى ما تتلجلكش، لا انت كويس، طب خد نفس. حد مثلا يقول له حاجه تضايقه، لا هو بيحاول اطبق عليه ان هو ازاي اخليه يبقى عنده ثقه في نفسه، ازاي ان هو يبقى يعني كويس، ما يحسش ان هو في حاجه اعاقه، ما يحسش ان هو لا انا اقل من اي حد، لا انت كويس يا مصطفى. فكنت بديله الثقه بنفسه دي، واديله القوه دي يعني. كمان يعني برضه استكمال لرحله الكفاح وطلبة من الزوج توكل. ايوه من 5 سنين يا فندم. من 5 سنين وانت وقبل كده كان مريض يعني. وانت بتعوض يعني اسره لوحدك. أيوة. يعني احنا لما بنتكلم على يعني سيده بتربي اولاد بتعول اسره، نجحت كمان انها تحول من زاويه هنا من اصحاب القدرات الخاصه الى بني ادم سوي، الى طفل سوي كمان، يعني بدات من محو الاميه حتى الدكتوراه الفخريه، يعني قصه كفاح متعدده الاركان.
بعد وفاة الزوج يعني. طيب لو حابين برضه نعرف منك أمنية أو مطلب حجاجك بس مباشر، أنت بتحلمي بإيه؟ يعني أنا بحلم بحاجتين. أنا بحلم بحاجتين ونفسي قلتهم في لايفات كتيرة قبل كده بس ما حدش حقق لي، يعني نفسي حد يحققها لي بجد. نفسي أطلع عمرة ويبقى جزاهم الله خيرا أوي اللي هيسمعوني ويطلعوني عمرة، ونفسي أشتغل بس مش عايزه حاجه اكتر من كده بس والله. مش عايزه، لا مش عايزه والله. ولو ما لو بنقص الشغل ان انا اطلع عمره، لان طبعا ما اقدرش ان انا معيش على قد ان انا اطلع عمره، فلو اطلع عمره وما اشتغلش وخلاص واموت بعديها مش مشكله. بالنسبه لي كمان العمره بيكون اهم من الفكره. بجد يعني حقيقي، يعني لان انا عانيت كتير، تعبت كتير في الكونسرت، تعبت كتير في الحياه نفسها، تعبت. فبجد لو عمره بجد يبقى جزاك الله خير. لكن انت قررتي يعني تبداي رحله يعيمه بعد الانتهاء من رحله المرض. ايوه. ولا مع المرض؟ لا مع المرض. مع المرض كمان؟ مع المرض. طب كلمينا بقى عن القصه دي. يعني المرض يا فندم، انا مصابه باخطر الامراض، بنتكلم على قصه. انا عايزه اقول لك يا فندم، انا عامله حلقه مع الدكتور عمرو الليسي في قناه الحياه، انا ولادي وبيتفرجوا على الحلقه عرفوا ان كان عندي كانسر وشفيت منه من غير ما يعرفوا. يعني كمان خبيت على اولادي. خبيت على اولادي. كان طبيعه الكانسر ايه بالظبط؟ كان طبيعه الكانسر ورم. فانا ما استسلمتش. ورم سرطاني يعني. ايوه. ما استسلمتش، قلت طب انا لو قلت طب اقعدي، طب ما تشتغليش، طب ما تروحيش، ما تجيش، لا مفيش حاجه، ما يمكن ربنا يشفيني، واذا اللهم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، بتدعيها في قيام الليل، بتدعيها في كل وقت، وربنا استجاب. لغايه ما رحت في مره اكشف، قال لي مين قال عندك كانسر؟ مين قال عندك مرض اصلا؟ انت كويسه؟ طب بدأ ده انا تحاليل اشاعات كل حاجه بتقول ان عندي. لكن ده قالوا لي ما فيش. علاج كيماوي وعلاج. والله يا فندم انا ما كانش عندي وقت ان انا اخد كمان علاج، انا كان زوجي مريض وكنت بروح بابني جلسات، ما كانش نفس المرض؟ لا، كان عنده يعني كلى وكبد وحاجات وسكر وحاجات. وحاجات ماسكه راسك ايه؟ انا ماسكه راسي اسيوط. من منفلوط. لكن يعني الزوج كان من هنا، من مصر، وتزوجتي من هنا. طيب كلمينا كده يعني عن اصعب المواقف اللي انت عشتيها. اكيد طبعا زي ما بنتكلم عن مواقف ايجابيه بيكون في مواقف كتير سلبيه. ايه هي اصعب المواقف؟ سلبيه. اكتر مواقف سلبيه قابلتني ان انا لما كنت يعني ان انا بذاكر لوحدي، ان ما حدش يساعدني في المذاكره، لان انا مش عايزه اثبت لاولادي لا ده انا شاطره. فكنت بحاول ويعني اكرر السؤال مره واثنين، اذاكر يعني بحاول بعافر، لا انا هقدر، انا هعرف، انا لازم اجيب امتياز كمان. موقف تاني برضو دخولي الجامعه، وانا داخله الجامعه كانوا باصين لي ان انا ست كبيره، وانت رايحه ايه لابنك، رايحه لبنتك يا حاجه، طب وقفي على جنب. طب لا يا جماعه انا طالبه، واروح مطلعه كارنيه على هامش ده. هل تعرضت لحاجه من حالات التنمر ان انت في سن كبير لان بتستكملي التعليم مع الشباب مع اصحاب الاعمار الصغيره؟ لا لا والله، كلهم كانوا بيعاملوني كامهم بصراحه، عاملوني معامله حسنه جدا، وكلهم كانوا بيقولوا لي يا حاجه ويا امي، وقفت معاهم واحنا وقفنا مع بعض واجتزنا المرحله التعليميه الاربع سنين بنجاح. يعني بدات من سنه كام؟ انا اخذت البكالوريوس خدمه اجتماعيه 2020، قبلها بقى باربع سنين 19 18 16 15. طيب 2015. طيب كلميني برضو كده في نهايه البث مباشر عن ناحيه البحث عن عمل، واترفضتي ازاي يعني؟ يعني انت كنت بتروحي بتقولي لهم ايه، وكان الرد عليك عامل ازاي؟ وطبيعه العمل اللي انت كنت بتروحيه يعني. بعد التعليم ولا قبل التعليم؟ بعد استقرار او الحصول على الدكتوراه التخرجي. بعد كل الشهادات ديت اروح اي مكان يقولوا لي طب ماشي، طب سيبي الورق بتاعك واعمل لنا سي في وسيبي لنا الورق وهنبعت لك. طبيعه العمل ايه بقى بالظبط؟ طبيعة العمل انا ما كنتش طالبه اي حاجه، يعني انا كنت طالبه يعني في مركز تقاطب في اي مكان في اي يعني حاجه في التربيه، ورحت في التربيه والتعليم نفسها يا فندم. يعني حد من التربيه والتعليم، حد كبير بصراحه يعني ما صدقش ان انا اخدت الشهادات دي كلها ورحب بيا وكل حاجه، بس قال لي سيبي ورقك وهنبعت لك. ما حدش بعت لي. يعني الاماكن اللي انت رحتيها مركز التقاطب ووزاره التربيه والتعليم، هل في جهات اخرى ولا هم الجهتين دول؟ لا، ورحت في اماكن تانية، كل مكان اروح يقولوا لي معلش سنك، احنا محتاجين حد مثلا اقل حاجه يبقى 40 سنه او 45، فسن كبير. بتكلم يعني من 40 ل 56 ده عمر طبيعي يعني. الحمد لله.
وبعدين عايز اقول لحضرتك انا حتى برضو لو ما اشتغلتش وما طلعتش عمره ومش اي حاجه، كفايه ان انا فخوره ان انا في كل اللي بتلقيت دي ان انا احلم بالنبي والنبي يطبطب عليا ويقول لي ربنا هيكرمني، فانا واثق ان ربنا يكرمني. حلمتي بالنبي كده عن طبيعه الحلم ده، يعني حلمتي مرتين عليه الصلاه والسلام ان انا يعني قريت الكتاب كده ان انا ليله الجمعه اصلي ركعتين واقرا ايه الكرسي والفاتحه وانام واصلي على النبي من 100 مره ل1000 مره واقرا النبي، فانا مش مصدقه. فالنبي جالي في الحلم وقال لي من رآني في المنام قد رآني فعلا، الشيطان ما بتمثلش في صورتي، وانا مش مصدقه، قالها لي مرتين. الحلم الثاني كنت بقى كان في صورة نور، يعني نور انا لما صحيت ما عرفتش اقول يعني شكله ايه. الحلم الثاني يا فندم كان كل الابتلاءات بقى حواليا، الابن كان تعبان وكنت انا لسه بذاكر وكان الزوج تعبان، فانا حسيت ان الدنيا يعني صعبه عليا وان انا مش قادره اكمل، فبعيط قبل ما انام، فجالي في الحلم طبطب عليا وقال لي ربنا هيكرمني وربنا بيكرمني الحمد لله. طيب كلميني كده يا استاذه حنان، يعني بعد الحصول على كل هذه الدرجات من يعني ابتداء من محو الأمية وخروج من محو الأمية بامتياز ومن ثم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الفخرية، لكن في الأخير يعني حتى اللحظة دون أي عمل، حسيت بحاجة من حالات اليأس؟ طبعاً. هو أنا عملت كل ده ليه؟ أنا حسيت بكثرة. حسيت بكسره والله يا فندم، حسيت بكسره جدا. يعني انا كنت متخيله ان انا اول ما اخلص انا جريت جبت الشهاده وجريت يعني رحت غيرت على البطاقه على ارض الواقع. الحاجه حنان عملت كل ده زي ما بنقول كده بلغه الجمهور بلغه عامه الشعب على فشوش. بقول لك برضه ما فيش عمل. اقول لحضرتك انا بقول لك جريت عملت البطاقه اول ما خدت الشهاده في نفس اليوم، رحت جريت على السجل عشان يكتب لي في البطاقه من ورا بكالوريوس خدمه اجتماعيه، وبعد كده اخدت الدبلومه وخدت الماجستير وعملت ما فيش اي جدوى، ما فيش اي يعني انا ماليش اي يعني كل الحاجات دي ما تسويش حاجه، يعني ان انا حتى شغلوني اي مركز يعني اي مركز كويس او اي مكان كويس يعني ما لقيش يعني ما لقيش تعبي ده ليه نتيجه. طب حتى لو بلاش نتيجه شغل، طب طلعوني عمره، نفسي اطلع عمره بجد، يعني بجد انا برجو من بس دوك ان انا اقول رقمي بعد اذن حضرتك ان لو حد يعني طلعني عمره يبقى جزاه الله خيرا. انا حنان عقيلي ابو الحسن 011-415-79-253. تمام وشكرا ليك يا فندم ومتشكره خالص. يعني برضو احنا هنا حضرتك بس وماشي بنخاطب اصحاب القلوب الرحيمه اللي شايفيننا اللي ممكن بنسبه كبيره يلبوا طلب يعني الحاجه حنان، سواء كان بتوفير فرصه عمل او على الجانب الاخر بتوفير العمره زي ما هي يعني تتمنى بعد رحله من الشقاء والتعب والكفاح ايضا. يعني بنتكلم عن سيناريو غامض بيسمعنا دلوقتي اللي شايف البث مباشر اكيد مش مقتنع ان القصه دي قصه حقيقيه، دي يعني سيده عاديه جدا هنا مش من فقوه المجتمع ولكن عمرها 56 عام، الموضوع بدا بالمرض، دي رحله كبيره مع المرض تحديدا المرض الخبيث زي ما بنسميه المرض السرطاني او الورم السرطاني تحديدا، من ثم يعني بحثنا عن العمل حاولت انها تستكمل التعليم من الصفر، يعني بنتكلم يعني مش حتى مش من اعدادي ولا من ابتدائي، لا ده منين؟ من محو الاميه، من محو الاميه حتى الماجستير حتى الدكتوراه الفخريه، ولكن في الاخير هي بتحلم بحلمين يا اما العمره ام توفير فرصه العمل. يعني في حال توفير الاثنين اكيد ده هيكون امر مطلق في الغايه للحاجه حنان. حتى توجيه معنا اي كلمه اكتفى في نهايه الوقت. والله كفايه كده والله، ان انا كده يبقى هدعو لهم في قيام الليل كل اللي هيلبيني طلبي وبالذات العمره، والله مش هبطل دعاء، مش هبطل دعاء ليه يعني ان يطلعني، لان ده حلمي حقيقي، هو ده اللي هيخليني احس ان التعب كله راح. جزاهم الله خيرا، ربنا يبارك لك يا ابني، شكرا. يعني طبعا دي كانت اخر التفاصيل كنا حابين نوضحها لحضراتكم في لايف اخر جديد عبر موقع بصراحه، كان معكم انا محمد صقر، دمتم في امان الله وحفظه.